بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله. الدرس 99. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومن تلاعبه وكيده تلاعبه بالثنوية، وهم طائفة قالوا: الصانع اثنان، ففاعل الخير نور وفاعل الشر ظلمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من تلاعب الشيطان ببني آدم تلاعبه بالثانوية. الثانوية من المجوس، والأصل فيهم أنهم يعبدون النار ويبنون لها المكان الذي يوقدونها فيه. ومنهم الثانوية الذين يعبدون إلهين اثنين، النور والظلمة. يقولون إن النور خلق الخير والظلمة خلقت الشر، فهم يعبدونهما من دون الله عز وجل. يعبدون النور يرجون الخير، ويعبدون الظلمة يخشون من الشر. فهذا من تلاعب الشيطان بهم، لأنهم لما تركوا عبادة الله ابتلوا بعبادة الأوثان، والأوثان لا تنتهي عند حد، كل يخترع له وثنا ومعبودا من دون الله. ولهذا كثرت أنواع، كثرت عبادات المشركين ومعبوداتهم، بسبب أنهم تركوا الرب الحق وهو الله، فابتلوا بأرباب متفرقين. قال يوسف عليه السلام: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها، أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ما أنزل الله بها من سلطان، أي من حجة. لأن السلطان والحجة والدليل على ربوبية الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. هذا الذي عليه الدليل والبرهان، والواقع يشهد لذلك. من الذي خلق السماوات والأرض والبحار والأنهار والفجاج؟ خلقها رب العالمين. ولو كان هناك من يخلق مع الله لانقسموا وذهب كل إله بما خلق، كل ينفرد بمخلوقه، ولم يحصل في الكون هذا. لم يدعي أحد أنه خلق شيئا، حتى الذباب. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. الذباب أصغر شيء وأحقر شيء، ما يستطيعون أن يخلقوا ذبابا لو اجتمعت العالم وحكماؤهم ومهندسوهم ومفكروهم
الآن يخلقوا ذبابا ما استطاع، والأطباء لن يستطيعوا يخلقوا ذبابا. ولو أن الذباب أخذ منهم شيئا لم يستطيعوا أن يستردوه منه. ضعف الطالب الذي هو المشرك والمطلوب الذي هو الذباب. هذا برهان ساطع ودليل قاطع على وحدانية الله جل وعلا بالربوبية والخلق والرزق والإحياء والإماتة. ما أحد ادعى أنه خلق شيئا في هذا الكون، ما أحد ادعى أنه خلق شيئا في هذا الكون. ولو ادعى من باب الكذب والتدجيل لأبطله البرهان والدليل. نعم. ومن تلاعبه وكيده تلاعبه بالثانوية، وهم طائفة قالوا الصانع اثنان، ففاعل الخير نور وفاعل الشر ظلمة. نعم. وهما قديمان لم يزالا ولن يزالا قويين حاسين مدركين سميعين بصيرين، وهما مختلفان في النفس والصورة متضادان في الفعل والتدبير. نعم، هذا قولهم في آلهتهم، قول الثانوية في آلهتهم أن النور خلق الخير والظلمة خلقت الشر، وكل واحد مستقل بخلقه لا يشاركه الآخر، وليس عندهم دليل على هذا ولا برهان. أمن خلق السماوات والأرض، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. فالله جل وعلا تحداهم في أن يبينوا الشيء الذي خلقوه في هذا الكون، فانقطعوا ولم يدلوا بحجة أو بدعوى، فبطل كيدهم وبطل شركهم وقام البرهان على أن الخالق واحد، وهو الواحد القهار سبحانه وتعالى. نعم. وهما مختلفان في النفس والصورة متضادان في الفعل والتدبير. هذا قولهم هما. وهما مختلفان في النفس والصورة. النفس والصورة، هذا نور وهذا ظلمة، مختلفان. نعم. متضادان في الفعل والتدبير. متضادان بالفعل والتدبير، يقولون النور خلق الخير والظلمة خلقت الشر، كذا يقولون. مثلهم بل أشد منهم الذين يقولون بالطبيعة، وأن الطبيعة أن هذا الخلق طبيعي، أوجدته الطبيعة، يقولون أوجدته الطبيعة. طيب، من الذي أوجد الطبيعة؟ أوجدت نفسها؟ لا، الذي أوجد الطبيعة هو الله سبحانه وتعالى. لا، لم يدعي أحد أنه هو الذي أوجد الطبيعة ولم توجد نفسها، بل الله جل وعلا هو الذي أوجدها. نعم. فالنور فاضل حسن نقي طيب الريح حسن المنظر، ونفسه خيرة كريمة حكيمة نفاعة، منها الخيرات والمسرات والصلاح، وليس فيها شيء من الضرر ولا من الشر. هذه النور. نعم. والظلمة على ضد ذلك، من الكدر والنقص ونتن الريح وقبح المنظر، ونفسها نفس شريرة بخيلة سفيهة منتنة مضرة، منها الشر والفساد. لا شك أن النور والظلمة مختلفة في آثارهما وفي حقيقتهما، لا شك أنهما مختلفة، ولكن
ما أوجدت نفسها، النور ما أوجد نفسه والظلمة ما أوجدت نفسها، وإنما لها خالق خلق الظلمات والنور، خلق الظلمات والنور. هذا رد عليه وهو الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم اختلفوا فقالت فرقة منهم إن النور لم يزل فوق الظلمة، وقالت فرقة بل كل واحد منهما إلى جانب الآخر، وقالت فرقة النور لم يزل مرتفعا في ناحية الشمال والظلمة منحطة في الجنوب، ولم يزل كل واحد منهما مباين لصاحبه. كل هذا تخرصات، وزعموا ما أن يستقيم عليه دليل، كلها الأقوال منهم ما يقوم عليها دليل، بل هي دعاوى، والدعاوى إذا لم يقيموا بينات عليها أهلها أدعياء كما قال الشاعر. نعم. وزعموا أن لكل واحد منهما أربعة أبدان وخامس هو الروح، فأبدان النور الأربعة. اخترعون الأقوال، ما الأقوال هذه ما لها مستند، ما لها مستند. ولهذا لما جاء جبير بن مطعم إلى المدينة ليتفاوض مع الرسول صلى الله عليه وسلم وكان مشركا وقت ذلك، حضر صلاة المغرب ينظر إلى المسلمين ورسول الله يصلي بهم، فقرأ صلى الله عليه وسلم بالطور، والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. هذه أدلة، براهين. الأول براهين، ثم الحقيقة، إن إلهكم لواحد، إلهكم يعني ربكم، فالرب يطلق على الإله، والإله أيضا يطلق على الرب، يطلق على الرب إذا انفرد كل منهما. أما إذا ذكر الإله والرب فيكون لكل واحد معنى، الإله هو من الألوهة وهي العبادة، والرب من التربية والخلق والإيجاد. فلما سمع جبير بن مطعم هذه الآية، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، قال كاد قلبي يطير لما سمع هذه الآيات. نعم. وزعموا أن لكل واحد منهما أربعة أبدان وخامس هو الروح، فأبدان النور الأربعة النار والنور والريح والماء، وروحه السبح، ولم يزل يتحرك في هذه الأبدان. وأبدان الظلمة الأربعة تخرصات كلها ما لها دليل. نعم. وأبدان الظلمة الأربعة الحريق والظلمة والسموم والضباب، وروحها الدخان. وسموا أبدان النور ملائكة، وسموا أبدان الظلمة شياطين وعفاريت. وبعضهم يقول نعم الملائكة من نور، خلقهم الله من النور، وخلق الشيطان من النار، ولهذا قال خلقتني من نار وخلقته من طين، يعني آدم عليه السلام يقول أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فقاس على أصله، قاس على أصله قياسا باطلا. ولهذا يقول أول من قاس إبليس، فقياسه باطل، لأنهما لا يستويان، لا يستويان الطين والذي خلق منه آدم والنار التي خلق منها إبليس. فالنار محرقة لا تنتج شيئا وإنما تتلف الأشياء، وأما الطين فهو مبارك ينبت
ينبت الزرع، ينبت الكلى، فيه المعادن الثمينة، فهو ينتج، الطين ينتج، وأما النار فإنها لا تنتج شيئا. هذا رد على إبليس لعنه الله، الذي قال أنا خير من، خلقتني من نار، خلقته من طين، وبزعمه أن النار خير من الطين. نعم. وبعضهم يقول الظلمة تتولد شياطين والنور يتولد ملائكة والنور إلى آخره، غلهم يقولون ما يشاءون، كله لا دليل عليه ولا حقيقة لهم، ولذلك يتخبطون. كثرة هذه الأقوال دليل على تخبطهم. نعم. والنور لا يقدر على الشر ولا يجيء منه، والظلمة لا تقدر على الخير ولا يجيء منها، ولهم مذاهب سخيفة جدا. لهم مذاهب سخيفة، سخيفة جدا، سخيفة مضحكة لا حقيقة لها، مع أنهم يزعمون أنهم عقلاء وأنهم دهاة وأنهم، لكن يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. نعم. وفرض عليهم صوم سبع العمر وألا يؤذي أحدهم ذا روح البتة. نعم، يصوم، يصوم مقدارا كثيرا، ولا يؤذي أحدا، لا يؤذي أحدا، من الأخلاق الطيبة، لا يؤذي ذوات الأرواح، هذا من الأخلاق الطيبة، لكنه قليل بالنسبة للأشياء الأخرى التي يدعونها. نعم. ومن شريعتهم ألا يدخروا إلا قوت يوم. ومن شريعتهم ألا يدخروا إلا قوت يوم. من شريعتهم التي شرعوها لأنفسهم أنهم يحرمون الادخار، يحرمون الادخار إلا قوت يومه، هذا زهدهم. والمشركون لهم زهد، عندهم زهد، ولكنه زهد شيطاني. نعم. ومن شريعتهم ألا يدخروا إلا قوت يوم، وتجنب الكذب والبخل. شريعة الإسلام جاءت بالادخار، ادخار القوت، ادخار الثمار، ادخار الحبوب، ادخار الفواكه، لأنها مال الله وهم بحاجة إليها، يدخرونها لحاجتهم. نعم. ومن شريعتهم ألا يدخروا إلا قوت يوم، وتجنب الكذب والبخل والسحر وعبادة الأوثان. تجنب، وتجنب الكذب، الكذب هذا طيب. نعم. والبخل وهذا طيب، والسحر، والسحر وهذا طيب، وعبادة الأوثان، وعبادة الأوثان غير أوثانهم، يعني ما فيه إلا أوثانهم فقط. نعم. والزنا وهذا طيب، والسرقة وهذا طيب أيضا، عندهم هذه الأخلاق طيبة، لكن عندهم قاصمة الظهر الشرك والكفر، فيذهب الكفر والشرك بما عندهم من الأشياء الطيبة. نعم. واختلفوا هل الظلمة قديمة أو حادثة، فقالت فرقة منهم هي قديمة لم تزل مع النور، وقالت فرقة بل النور هو القديم، ولكنه فكر فكرة رديئة حدثت منها الظلمة، فدار مذهب النور فكر فكرة خبيثة فنشأت من هذه الفكرة الظلمة إلى جانب النور، هذا زعمه، وهذا من إملاء الشيطان. نعم. فدار مذهبهم على أصلين من أبطل الباطل، على أصلين. نعم. أحدهما أن شر الموجودات وأخبثها وأردأها كفو لخير الموجودات، وضد له ومناوئ له، يعارضه ويضاده ويناقضه دائما ولا يستطيع دفعه، وهذا أعظم من شرك عباد الأصنام.
نعم، لأن عباد الأصنام لا يدعون لأصنامهم هذه الدعوة. نعم. وهذا أعظم من شرك عباد الأصنام الذين عبدوها لتقربهم إلى الله تعالى، فإنهم جعلوها مملوكة له، مربوبة، مخلوقة، كما كانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إلا شريك هو لك تملكه وما ملك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. أي نعم، هذه تلبية المشركين إذا أحرموا: لبيك لا شريك لك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فلبى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك لك، لك الحمد ولك النعمة ولك الفضل ولك الثناء الحسن. نعم، لا شريك لك، لبيك. نعم. الأصل الثاني أنهم نزهوا النور أن يصدر منه شر، ثم جعلوه منبع الشر كله وأصله ومولده. تناقض. يقولون النور ما يخلق الشر ولا يأتي منه شر، في حين أنهم قالوا إن النور خلق الشر. قالوا إن النور خلق الشر لما حصلت منه خطيئة، لما حصلت من النور خطيئة صارت ظلمة، وتطورت وصارت عديلة للنور. نعم. والأصل الثاني أنهم نزهوا النور أن يصدر منه شر، ثم جعلوه منبع الشر كله وأصله ومولده، وأثبتوا إلهين وربين وخالقين، فجمعوا بين الكفر بالله تعالى وأسمائه وصفاته ورسله وأنبيائه وملائكته وشرائعه، وأشركوا به أعظم الشرك. رد الله عليهم بقوله: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. لو كان فيهما آلهة غير الله لتنازعوا فيما بينهم، تقاتلوا، وينفرد القوي، ينفرد القوي بالربوبية ولا يشاركه الضعيف، بل يقضي عليه، ما يرضى أن يكون معه أحد. إذا كان النور لا يرضى أن يكون معه أحد، فكيف يرضون لله أن يكون له شريك؟ تعالى الله عن ذلك. نعم. فجمعوا بين الكفر بالله تعالى وأسمائه وصفاته ورسله وأنبيائه وملائكته وشرائعه، وأشركوا به أعظم الشرك. نعم، كل هذه الشرور داخلة في دينهم والعياذ بالله، كله شرور وضلالات ومحن وفتن. نعم. وحكى أرباب المقالات عنهم أن قوما منهم يقال أرباب المقالات الذين صنفوا في الملل والنحل حكوا عنهم مثل هذه الأشياء. نعم. وحكى أرباب المقالات عنهم أن قوما منهم يقال لهم الديصانية زعموا أن طينة العالم كانت طينة خشنة وكانت تحاكي جسما طينة العالم. نعم. أن طينة العالم كانت طينة خشنة وكانت تحاكي جسم النور الذي هو الباري عندهم زمانا، فتأذى بها، فلما طال ذلك عليه قصد تنحيتها عنه، فتوحل فيها واختلط بها، فتركب من بينهما هذا العالم المشتمل على النور والظلمة، فما كان من جهة الصلاح فمن النور، وما كان من جهة الفساد فمن الظلمة. قال: هذا لله عز وجل، ما كان من خير أو شر أو محبوب أو مكروه فإنما هو من الله جل وعلا، خلق الأشياء المتضادة لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى في ذلك. نعم. قال:
وهؤلاء يغتالون الناس ويخنقونهم ويزعمون أنهم يحسنون إليهم بذلك وأنهم يخلصون الروح النورانية من الجسد المظلم. نعم زعموا وقال وهؤلاء يغتالون الناس يعني يقتلونهم. نعم يغتالون الناس ويخنقونهم ويزعمون ويخنقونهم من الخنق وكتم النفس حتى يموت. نعم وهؤلاء يغتالون الناس ويخنقونهم ويزعمون أنهم يحسنون إليهم بذلك وأنهم يحسنون إليهم بذلك ليريحوهم من الشر، يعني يقتلونهم إحسانا إليهم ليريحوهم من الشر. نعم يريحوهم من الشر ومن الخير، ومن الشر فقط. نعم ويزعمون أنهم يحسنون إليهم بذلك وأنهم يخلصون الروح النورانية من الجسد المظلم. نعم وقال بعضهم إن الباري سبحانه لما طالت وحدته استوحش ففكر فكرة سوء فتجسمت فكرته فاستحال الظلمة فحدث منها إبليس فرام الباري إبعاده عن نفسه فلم يستطع فتحرز منه بخلق الجنود والخيرات فشرع إبليس في خلق الشر. نعم عد. وقال بعضهم إن الباري سبحانه لما طالت وحدته استوحش، لما طالت وحدة الله جل وعلا واحد في هذا الكون استوحش من وحدانيته تعالى الله عما يقولون. نعم ففكر فكرة سوء فتجسمت فكرته فاستحال الظلمة. نعم فحدث منها إبليس فكر تفكيرا سيئا تعالى الله فنشأت من تفكيره الظلمة. نعم فتجسمت فكرته فاستحالت ظلمة فحدث منها إبليس فرام الباري إبعاده عن نفسه فلم يستطع فتحرز منه بخلق الجنود والخيرات فشرع إبليس في خلق الشر. نعم كذا يقولون. نعم وأصل عقد مذهبهم الذي عليه خواصهم أصل عقيدتهم الذي عليه خواصهم دون عوامهم. نعم إثبات القدماء الخمسة الباري والزمان والخلاء والهيلولة والهيولة يعني الشكل. نعم وإبليس. نعم. فالباري خالق الخيرات وإبليس خالق الشرور، وكان محمد ابن زكريا الرازي على هذا المذهب لكنه وكان محمد ابن زكريا، أنت أوهمتنا أنه محمد الرسول. نعم وكان محمد ابن زكريا الرازي على هذا المذهب لكنه لم يثبت إبليس فجعل مكانه النفس وقال بقدم الخمسة مع ما رسخه به من مذاهب الرازي صاحب التفسير، تفسير الرازي هو على هذا المعتقد والعياذ بالله. نعم وقال بقدم الخمسة مع ما رسخه به من مذاهب الصابئة والدهرية والفلاسفة والبراهمة، فكان قد أخذ من كل دين شر ما فيه لذلك رد عليه الشيخ الإسلام ردا مفحما بكتابه المشهور، الرد على الرازي. نعم فكان قد أخذ من كل دين شر ما فيه وصنف كتابا في إبطال النبوات ورسالة في إبطال المعاد، فركب مذهبا مجموعا من زنادقة العالم وقال أنا أقول إن الباري والنفس والهيولة والمكان والزمان قدماء وأن العالم محدث، فقيل له فما العلة في إحداثه؟ هذا كلام الرازي. نعم فقيل له فما العلة في إحداثه؟ فقال إن النفس أشبهت أن تحبل في هذا العالم وحركتها الشهوة لذلك،
ولم تعلم ما يلحقها من الوبال إذا حبلت فيه، فاضطربت وحركت الهيولة حركات مشوشة مضطربة على غير نظام، وعجزت عما أرادت، فأعانها الباري على إحداث هذا العالم، وحملها على النظام والاعتدال، وعلم أنها إذا ذاقت وبال ما اكتسبته عادت إلى عالمها، وسكن اضطرابها، وزالت شهوتها، واستراحت، فأحدثت هذا العالم بمعاونة الباري لها. قال: ولولا ذلك لما قدرت على إحداث هذا العالم، ولولا هذه العلة لما حدث هذا العالم، ولولا. يمكن هذا منقول من كلام شيخ الإسلام في رده على الرازي. نعم. ولولا أن الله سبحانه يحكي عن المشركين والكفار أقوالا أسخف من هذا وأبطل لاستحي العاقل من حكاية مثل هذا، ولكن الله سبحانه سن لنا حكاية أقوال أعدائه. نعم، هذا ظاهر أنه من كلام الشيخ تقي الدين في كتابه الرد على الرازي. نعم. ولولا أن الله سبحانه يحكي عن المشركين والكفار أقوالا أسخف من هذا وأبطل لاستحي العاقل من حكاية مثل هذا، ولكن الله سبحانه سن لنا حكاية أقوال أعدائه، وفي ذلك من قوة الإيمان وظهور جلالته ومعرفة قدره وتمام نعمة الله تعالى على أهله به، ومعرفة قدر خذلانه للعبد، وإلى أي شيء يصيره الخذلان حتى يصير ضحكة لكل عاقل، فأي ضلال يعني بذلك الرازي. نعم. فأي ضلال وأي خذلان أعجب ممن يفني عمره في النظر والبحث، وهذا غاية علمه بالله عز وجل وبالمبدأ والمعاد. هذه نتيجة الاعتماد على العقل. نعم. فصل. والمجوس تعظم الأنوار والنيران والماء والأرض. يكفي نقف عند هذا. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما أفضل كتاب تم تصنيفه في الملل والأديان؟ الفصل لابن حزم، الفصل في الملل والنحل لابن حزم، وكذلك الملل والنحل للشهرستاني، الملل والنحل للشهرستاني، وهو كتاب مشهور. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل اتخاذ العمل الصالح كوسيلة في الدعاء يعد من الوسائل غير المشروعة؟ إيش؟ هل اتخاذ العمل الصالح كوسيلة عند الدعاء هل هو من اتخاذ الوسائل غير المشروعة؟ لا، الله أمرنا أن ندعوه بأعمالنا، نتوسل إليه بأعمالنا، فابتغوا إليه الوسيلة، والوسيلة هي الطاعة التي تقرب إلى الله، سميت وسيلة لأنها تقرب إلى الله جل وعلا. الأعمال الصالحة وسيلة إلى الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل هناك اختلاف بين السلف الصالح في المعتقد؟ لا، ما بينهم اختلاف في المعتقد، لكن قد يكون بينهم تفاوت، يكون بينهم تفاوت في العلم والإدراك. نعم. فوق كل ذي علم عليم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من يحدث نفسه بالتوبة لكنه لا يتوب، هل هو مثاب على هذا العمل؟ لا، بدون توبة لا، لازم يتوب، يظهر التوبة، ما يسر التوبة ويخفيها، لابد يظهرها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: متى يقال للناس أو ينادى في الناس صلوا في رحالكم؟ هل يقال هذا داخل البلد؟ هذه رويت عن ابن عباس رضي الله عنهما في ليلة مطيرة، أنه أمر المنادي أن يقول: صلوا في رحالكم. فلما سألوه عن ذلك قال: إني كرهت أن أخرجكم في الدحض والطين،
كرهت أن أخرجكم في الدحض والطين. لا شك أن هذا من الرفق بالمسلمين، والجمع للمطر سنة مباح، لا ما هو سنة، مباح الجمع، الجمع من أجل المطر هذا مباح، لأجل أن يتخلصوا من مشقة الطين والدحض والماء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل من يلقي ويخاطر بنفسه وسيارته في الأودية أثناء نزول المطر الغزيرة، هل يعتبر منتحرا قد ألقى بنفسه إلى التهلكة؟ أي نعم، هذا هو ما تعمد الانتحار، هذه جايبها قوة ومعرفة بزعمه وأنه يقدر على خوض الماء في سيارته ليفتخر بهذا، وهذا حرام منهي عنه. قال الله جل وعلا: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. لا يجوز هذا. كم من واحد غامر يقطع الوادي وحمله الوادي هو وسيارته ولا يدرى وينهم إلى الآن؟ في واحد أخذ شهر ما يدرون وينهم، لما وجدوا السيارة في ملتصقة في أصل شجرة ووجدوا الميت قد تمزق. نعم، لا يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: اشترى أبي بماله منزلا وسجلته أمي باسمها ثم ماتت وهي مشركة شركا أكبر، سؤاله: هل آخذ نصيبا من إرث أمي التي ماتت على الشرك؟ لا، المسلم لا يرث الكافر ولا الكافر المسلم. موانع الإرث ثلاثة: رق وقتل واختلاف الدين، فافهم فليس الشك كاليقين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: كان معي منديل فيه نجاسة ووضعته في جيبي لكي أضعه فيما بعد في القمامة، ولكن نسيت ولم أذكر إلا أثناء الصلاة، هل يلزم أن أقطع الصلاة أم أنني أستمر بصلاتي؟ لا تقطع الصلاة، أخرج المنديل وخله أمامك، أخرج المنديل النجس وخله أمامك على الأرض، وإذا سلمت فخذه والحمد لله. نعم. وهذه السنة في من علم في أثناء الصلاة، علم في أثناء الصلاة أن عليه ثوبا نجسا أو معه شيء نجس، أنه يتخلص منه ويكمل صلاته الحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول، هذا سائل من السنغال يقول: في بلادي في كل سنة وعند بداية شهر ربيع الأول الصوفية والتيجانية يجتمعون ويذكرون ويرددون قصيدة البردة للبوصيري، ما حكم قراءة هذه القصيدة وما واجبنا نحن نحو هذا الفعل؟ واجبكم التعليم، تعلمونهم السنة وتنهونهم عن البدعة، تعلمونهم التوحيد، علموهم جهال، علموهم لعل الله يهدي من يشاء منهم، علموهم وبينوا لهم. وأما البردة فهي قصيدة شركية لا يجوز قراءتها ولا إنشادها. فيها يقول: يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك، يعني أين الله؟ ما يلوذ بالرسول وينسى الله عز وجل؟ ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي، وهذه أخطر، وإلا قل يا زلة القدم، يعني نسي الله عز وجل، نسأل الله العافية، فيها غلو وإطراء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ولد في 12 من شهر ربيع الأول، وما حكم الاحتفال بيوم مولده؟ لا يجوز الاحتفال بيوم مولده، وهو ولد في ربيع الأول عليه الصلاة والسلام، لكن ما يجوز الاحتفال في يوم مولده، هذا بدعة، كل بدعة ضلالة. قال صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور،
فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا يجوز الاحتفال بمولد الرسول ولا بمولد غيره. الموالد، الناس يعيشون على موالد، هذا أكل المال بالباطل وإشاعة للبدع والمحدثات والعياذ بالله. لا تأكل من الطعام الذي صنع لأجل المولد، الطعام الذي صنع بمناسبة المولد لا تأكل منه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: توفيت أمي وهي متعلقة بالأولياء، تعظمهم وتنذر لهم، وهي جاهلة أمية، وقد حاولت أن أنصحها لتترك الشرك مرارا، وكانت تتأرجح بين القبول والرفض. يقول: أحيانا أحس أنها ليست من يكلمني، بل تحاول أن تخيفني، وقد ماتت وأنا لا أترحم عليها ولا أدعو لها ولا أستغفر لها، هل فعلي هذا صواب؟ نعم، ماتت على الشرك. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من كان عنده مظلمة لأخيه، هل يجب عليه أن يتحلل منها أم يكفي أن يتوب من ذلك؟ لا، حق المخلوق ما يسقط بالتوبة فقط، لا بد من أدائه له أو مسامحته عنه، ما يسقط حق المخلوق، ما تسقطه التوبة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الرازي الذي مر معنا، هل هناك فرق بين الرازي الفيلسوف وبين الرازي المفسر؟ ما أعرف الفيلسوف. هو الرازي فيلسوف، عنده فلسفة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بالنسبة لمن استطاع الحج وعنده قدرة عليه، هل يكون الحج واجبا عليه على الفور؟ نعم، حجة الإسلام واجبة على الفور إذا قدر يجب عليه على الفور. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذا كان يستطيع ولا عنده مانع من السفر، يجب عليه السفر للحج الفريضة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يكتفى في معرفة العقيدة ومعرفة أصول الدين بالكتاب والسنة دون معرفة أقوال العلماء، أم لا بد من الجمع بينها؟ لا بد من الجمع بينهما. تعرف السنة، تعرف العقيدة الصحيحة، وتعرف الأقوال الباطلة لئلا تلتبس عليك. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما الفرق بين الفراسة وبين ادعاء علم الغيب؟ وبين ما الفرق بين الفراسة وبين ادعاء علم الغيب؟ لا، فراسة مبنية على تصور، على تصور ونظر، نظر في الأشباه ونظر في الآثار، وهي ما تسمى بالقيافة. هذه خصيصة يجعلها الله في من يشاء. ولما مر مجزز المدلجي وكان صاحب فراسة يعرف الأشباه، ورأى قدم أسامة بن زيد مع أبيه زيد بن حارثة وملتحفان بلحاف وقد بدت رجلاهما، فقال: سبحان الله، هذه الأقدام بعضها من بعض. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، لأن أسامة كان أسود وكان أبوه زيد بن حارثة أبيض، فالناس صار عندهم شك، فأزال هذا القائف هذه الشبهة. نعم. وفرح بها رسول الله
صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا رأى الرائي في المنام رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره بأمر أو ينهاه عن شيء، فهل يجب عليه أن يلتزم بذلك؟ لا، بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ما فيه أمر ولا نهي، إلا ما أمر به الرسول في حياته أو نهى عنه في حياته. وأما الرؤيا فلا يؤسس عليها أحكام شرعية، إلا رؤيا الأنبياء فهي وحي، وحي من الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: اشتريت ذهبا لزوجتي وبعد مدة حل علي إيجار البيت، فقمت ببيع الذهب برضاها وسددت الأجار. سؤاله: هل يلزم علي أن أشتري ذهبا آخر لزوجتي مقابل الذي بعته؟ يا أخي كررت هالسؤال، هذا جاء أكثر من مرة. نعم، اشتر بدل الذهب الذي بعته وما هو لك، اشتر بدله لصاحبه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: رجل مسافر ولم يصلي المغرب. ها؟ رجل مسافر ولم يصلي المغرب بعد، ثم وجد جماعة يصلون العشاء وقد فاتته ركعة، هل يدخل معهم فيما بقي وينويها مغربا أم يصلي؟ لا بأس، تجوز صلاة فرض خلف فرض آخر، لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بالنسبة لعقد النكاح الإيجاب والقبول، هل يجب أن يكون ذلك باللغة العربية لغير الناطقين بها؟ لا، يكون باللغة العربية إذا كان الذي يتولى عليه الإشراف عربي، يكون باللغة العربية، وإذا كان الذي يتولاه مسلم نصراني، مسلم على يعني أصله نصراني، أصله من نصارى، يعني مسلم من نصارى، فلا بأس أن يكون بلغتهم، يعقده مسلم من نصارى فلا بد أن يعقده بينهم بلغتهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل أيضا يسأل عن عقد النكاح: هل صحيح أنه يسن عقده في المسجد بعد العصر يوم الجمعة؟ أي نعم، أي نعم، فعله النبي صلى الله عليه وسلم، عقده بعد العصر يوم الجمعة، هذا يعني أفضل إذا تمكن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل ثبت أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يقرؤون سورة العصر عند إرادتهم للافتراق؟ أي نعم، لأن فيها التواصي بالحق والتواصي بالصبر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: عندنا في مدرستنا مصلى نصلي فيه صلاة الظهر فقط، هل يأخذ هذا المصلى حكم المسجد من تحية وغيرها؟ لا، هذا مصلى وليس مسجدا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: المساجد القريبة من بيتي لم تجمع الصلاة لأجل المطر، فهل يجوز لي أن أجمع في بيتي لوحدي؟ يعني فاتتك الصلاة، اجمع مع المسلمين، اجمع مع المسلمين، ولا تجمع في بيتك، في بيتك ما للجمع حاجة، أنت في ذرة، في مكان ما في مطر ولا فيه، فلا تجمع. نعم. ولا في من يقول من الفقهاء إن الرخصة تعم، إذا جمعوا في المسجد يجوز لأصحاب البيوت وحتى النساء يجوز لهم الجمع، لكن هذا توسع في القول. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: عندي صاحب لي شراب يقول للخمر ويسكن معي وأنا أقوم بمناصحته دائما، ما النصيحة في ذلك؟ ألا تصحبه، النصيحة ألا تصحبه، إذا نصحته ولم يقبل استمر على ما هو عليه فلا تصاحبه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله،
هذا سائل يقول: في حفلات وليمة العرس يشرع الضرب بالدف للنساء، يقول: هل يشرع الرقص للنساء عند ذلك؟ أي نعم، الرقص وضرب الدف، نعم، كله سنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: عورة الصغير، يقول: ما حد السن الذي إذا قيل إنه صغير يجوز النظر إلى عورته؟ الذي دون التمييز، الذي دون التمييز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم استعمال أوراق الجرائد في تغليف الأطعمة وغيرها؟ اللي ما تشوف به آية ولا حديث لا بأس، أما إذا شفت بالجريدة حديثا عن رسول الله أو آية من كتاب الله فارفعها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: جاء في الصحيحين عن رسول الله. لا، اقطع الآية، اقطعها من الجريدة، واقطع ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم واستعملها، ما يخالف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: جاء في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أغلق الأبواب وأوفئ السقاء واكفأ الإناء وأطفئ المصباح، فإن الشيطان لا يفتح غلقا ولا يحل وكاء ولا يكشف إناء. هذه الأوامر هل هي على سبيل الوجوب؟ نعم، هذه آداب شرعية، آداب شرعية مستحبة، الآداب الشرعية مستحبة كلها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم أكل ثمار الأشجار المسقية بمياه مستعملة أو بمياه مكررة؟ يكره، هذا يسمونها الاستحالة، اللي تسقى بماء نجس أو بماء طاهر وليس بطهور، هذه تجنبها لا شك أنه أحسن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم تكرار لعن إبليس؟ وش الفائدة؟ هو ملعون، ويفرح إلى منك لعنته يقول: أغضبته، أغضبت ابن آدم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: كان أبي يتردد على السحرة والمشعوذين وعلى الأضرحة، وقد مات وأنا صغير، لا أعرف هل تاب من هذه الأمور أم لا. سؤاله: هل آخذ نصيبي من التركة؟ لا، إلا إذا ثبت أنه أسلم فخذ نصيبك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: المسلم الجديد إذا خشي الفتنة على دينه أو عن دينه بإظهار الإسلام، هل له أن يختفي في بعض الأمور ويترك بعض الصلوات؟ الصلوات لا يتركها، لكن يصلي خفية، يصلي خفية. قال: رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا أسلم رجل وكان مدمنا على الخمر أو مدمنا على أكل لحم الخنزير، هل يترك حتى يتدرج ويثبت الإيمان في قلبه؟ لا، يناصح ويؤمر بالتوبة والمبادرة قبل الموت، ما يدري متى يموت، يبادر بالتوبة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز شراء ما يسمى بحلوى المولد النبوي، وإذا اشتراها بعض الناس خطأ فهل يجوز لي أن أكل منها؟ لا، ما عمل لأجل إقامة البدعة، ما عمل من الأطعمة لأجل إقامة البدعة لا تأكل منه، إنه مال غير طيب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز للرجل أن يقص الشعيرات التي تطول من حاجبه بشكل منفرد ملفت للانتباه؟ إذا كان يتأذى بها فيقصها، إذا كان يتأذى من طول الحواجب أو طول الأهداب يقصها بقدر ما
يزول الذي يؤذيه، إزالة الأذى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: رجل مات وله عندي 1000 ريال، فهل أعطيها لزوجته وأولاده القُصّر كمصاريف، أم أني أدخلها في التركة؟ سلمها للقاضي والقاضي سلمها لمستحقيها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أنا تاجر ويأتيني بعض الزبائن لشراء البضاعة. أنا تاجر ويأتيني بعض الزبائن لشراء بضاعة، أحيانا يقول أخفض لبعضهم ولا أخفض للبقية، هل يجوز هذا الأمر؟ إذا كان ما ظلمت البقية، ما ظلمتهم، يعني مثل بيع السوق، خالف يجوز تخفض لبعضهم عن بيع السوق ولا يلزمك تخفض عن البقية، ما يخالف. نعم. أما الزايد عن بيع السوق ما يجوز، هذا من النجش. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم ادخار المال لأجل المستقبل وشراء حاجات في هذه الدنيا مستقبلا؟ لا بأس بذلك، يدخرون الأقوات ويدخرون الحبوب والثمار والفواكه لحاجتهم، لا بأس. يوسف عليه السلام قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. الخزائن يعني المخزون فيها الأقوات لبيت المال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من فرنسا يقول: هل يجوز لنا أن نجمع بين صلاتي المغرب والعشاء بسبب المطر، علما أنه هناك ليس علينا مشقة بالذهاب إلى المسجد كطين وظلمة وكثرة ماء على الطرق، هل يجوز لنا الجمع حينئذ؟ يباح لكم الجمع إذا كان المطر يحول بينكم أو الزلق ونقع المياه يحول بينكم وبين المسجد، الحمد لله تجمعون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من باع سلعة وكتم عيبها ثم تاب من ذلك، هل يلزمه أن يبلغ المشتري عن هذا العيب؟ يلزمه أن يخبر المشتري. نعم. يخبر المشتري، فإن تنازل عما يقابل العيب الحمد لله، وإن لم يتنازل يعطيه الأرش، أرش العيب الذي يسمى الأرش. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل ثبت عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قال: من واظب على قول يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت كل يوم بين سنة الفجر وصلاة الفجر 40 مرة أحيا الله قلبه؟ 40 مرة لا أعرف، هذا اشتهر عند الناس وأنا ما شفته من كلام الشيخ. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم شراء المجلات التي تشتمل على صور نساء متبرجات؟ لا يجوز هذا، هذه فتنة، لا يجوز شراء فيها نساء متبرجات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا كانت الكنيسة تحتوي على صلبان وعلى صور يدعى أنها للمسيح عليه السلام، فهل يجوز للمسلم أن يصلي في هذه الكنيسة؟ نعم. ولا يستقبلها، ما يستقبل الصورة ويصلي، ما يخالف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أقوم بالصلوات الخمس وأصلي الرواتب، لكنها لا تنهاني عن الفحشاء والمنكر، يقول: ما العلة في هذا الأمر؟ لا تيأس من رحمة الله عز وجل وستنهاك إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم قراءة سورة العصر جماعة بعد كل صلاة؟ جماعة لا، جماعة لا، وأما قراءتها بدون جماعة بانفراد لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا أيضا يسأل يقول: ما حكم دعاء الإمام بعد انتهاء الصلاة وتأميم أو تأمين المأمومين؟ هذا بدعة، هذا بدعة، يجب تركها. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يباح لولي أمر المرأة أن يزوج ابنته لشخص مبتدع؟ لا، المبتدع ما يجوز تزويجه. إذا كانت بدعته تكفره هذا بالإجماع ما يجوز، أما إذا كانت بدعته دون ذلك فأيضا يكره أن يزوجه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم إقامة الصلاة النافلة بعد العشاء وتكون جماعة؟ إذا كان من غير ترتيب، وإنما اجتمعوا وصلوا من غير ترتيب من قبل، فلا بأس بذلك، يعني شيء طارئ. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الذي يسأل في المسجد ويطلب مالا، هل يمنع من هذا الأمر؟ إذا كان يؤذي المصلين ويجهر بالسؤال يمنع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل أو هذه امرأة تسأل فتقول: هل يجوز للمرأة الحائض أن تدخل إلى المسجد لأجل درس علمي؟ لا، واليوم الحمد لله تيسر السماع المقرهون، تسمعوه في بيتها أو في بيت غيره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز أن يقوم شخص بتجهيز الطعام للمشيعين والمعزين وهو ليس من أهل الميت؟ لا، الطعام إنما يصنع لأهل الميت خاصة، ولا يصنع للمشيعين ولا للي يتولون الدفن، إنما يكون هذا لأهل الميت خاصة لأنهم مشغولون بالمصيبة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم عمل مسابقة لحفظ القرآن الكريم، وهل يجوز أخذ الجائزة على ذلك؟ نعم، قال صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الصدقة عن الميت يوم الجمعة هل لها مزية عن غيرها؟ لا، وقت الحاجة، الصدقة وقت الحاجة، يوم الجمعة أو غيره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من قام بإرسال صور لنساء عاريات أو متبرجات عن طريق الجوال ثم تاب من ذلك، لكن استمر تداول هذه الصور، كيف يستطيع التوبة الكاملة من هذا الإثم؟ ما يستطيع نزعها من هذا الجوال، نزعها من هذه الشبكة. إذا كان يستطيع نزعها من هذه الشبكة يجب عليه. نعم. وإلا يعلن للناس أنهم لا ينظرون إليها وأنه تائب منها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا امتنعت الزوجة عن إجابة زوجها إلى فراشه من غير سبب واضح، فهل تدخل في اللعنة؟ إيه نعم، امرأة دعاها زوجها إلى فراشه امتنعت منه، هذه ناشز، هذا نشوز، تلعنها الملائكة حتى تصبح كما في الحديث. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: التسمية عند الوضوء هل هي أمر واجب، وكيف يسمي إذا كان داخل الحمام عزكم الله؟ عند الحنابلة نعم واجب، واجبه التسمية مع الذكر، هذا واجب الوضوء. والشيخ ابن باز رحمه الله يقول: لا بأس بها في الحمام اللي ما هو محل قضاء الحاجة، وإنما المغاسل التي تبع الحمام، المغاسل اللي تبع الحمام وليست داخل قضاء بيت الحاجة، يقول لأنها واجبة، التسمية واجبة، وذكر اسم الله في هذا مكروه، ويقدم الواجب على المكروه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: هناك ميداليات من الذهب تكون للمفاتيح،
هل يجوز لها أن تشتريها المرأة؟ لا، ما يجوز استعمال الذهب في المفاتيح ولا استعماله في غيرها من الأواني، في الأواني ما يجوز إذا كانت مذهبة، الفناجيل ما يجوز هذا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا الذي يشرب في آنية الذهب أو في آنية فيها شيء من ذلك في رواية، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. نعم، وقال صلى الله عليه وسلم إنها لهم في الدنيا يعني الكفار، ولكم في الآخرة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول صاحب السلس، سلس البول، هل يجوز له أن يصلي صلاة الضحى بوضوء الفجر؟ لا، توضأ لكل صلاة، اللي به سلس البول يجب عليه أنه يتوضأ عندما يريد الصلاة نافلة أو فريضة ويصلي. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول إذا كان الرجل مريضا فهل يجوز له الجمع، وهل هو صحيح أنه كما يقال يكون جمعا صوريا بأن يؤخر الأولى ويقدم الثانية؟ هذا عند الحنفية، الحنفية ما يرون الجمع، إنما يقولون الجمع الصوري يصح لأنه ما هو جمع، إنما هو